الخصوصيات الطبيعية لمنطقة الخولة وجزر الكنايس القريبة من سواحلها أحد العناصر المكونة لمنتوج سياحي متفرد، تمكنت جمعية تواصل الأجيال وبعد جهد سنوات من تثبيته في خارطة الوجهات السياحية البيئية عبر تركيز برج لمراقبة الطيور ومرفأ يربط الساحل بكبرى جزر الكنايس. المسلك سياحي بيئي خاصة يرتكز على التنوع البيولوجي من الطيور اللي موجودة فيه. الجزيرة هذه فيما جزيرة البصيلة وثلاثة جزر أخرى. اللي يحب الطبيعة ينجم يشوف بخلاف هالجزيرة هذه ينجم يعمل يشوف الصيد التقليدي. هني باتوا في فلوكة ينزع البحر نهبطوا نسعوا الحوت نلمدوا غزلنا ركيزنا حطوه ونعودوا ونحاولوا بلاصتنا أخرى وهي هذيك الخدمة. وفي إطار فعاليات المنتدى الأول حول التصرف المستدام في المنظومات الطبيعية من أجل التحول الإيكولوجي، توقف المشاركون في الخولة حيث نجح المجتمع المدني في إضفاء الطابع الاجتماعي على المسلك البيئي. هذا المسلك السياحي فيه طابع بيئي كبير، وصنا عملنا مع المنظمات اللي عاونتنا في المشاريع هذه سباراك والميتفاند بالتعاون مع كل الهياكل، المسلك ولا أصبح عنده طابع اجتماعي. هذاك علاش البحار والمرأة اللي تجمع المحار أو المرأة اللي تشتغل في الفلاحة ينجموا يكونوا يقدموا منتوجهم. فرحانين بالمجمع هذيا نساء بصفة عامة، ماذا بينا مجمعنا هذيا نعرفوا به ونصيروا ونروجوا خدمتنا، وين تلقى المرأة الحرة كيش تخدم خدمتها معنا نجموا نعمل مواد فلاحية مواد بحرية كما نجموا عملنا نعملوا رب الهندي رب التمر. الدعش هذيا عقمناه وصبرناه وشاركت به في المعرض، وباش نشوفوا زادة كيفاش النساء هذوما اللي هما يسكنوا شوية بعيد وكيفاش يجيوا حتى لهنا معناتها باش يخدموا خدمتهم اللي هي زادة المحار، باش نشوفوا كيفاش ممكن نطوروا كان ممكن في وجبنا معانا دايوغ الكوبيراسيون اسبانيول باش نبداو مشروع جديد اللي هو باش نشوفوا كيفاش نجموا نطوروا دي سوليسيون بازي سور لا ناتور. المسلك البيئي جزر الكنايس التابع لمنطقة الحشيشين بولاية صفاقس وقع ضوء في عتمة المخاطر البيئية المحدقة بالجهة، ساهم المجتمع المدني بشكل كبير في بقائه محافظا على خصوصياته الطبيعية بالاعتماد كليا على تفهم الأهالي.